بسم الله الرحمن الرحيم. الباك بيرنر بعد ما نسوي سيت اب الباك بيرنر على كل الأجهزة لازم يكون المايه موجود على كل الأجهزة. نروح أول شيء مثلا على المانجر اللي هو الكمبيوتر الرئيسي، طبعا لازم يكونون كلهم محطوطين على نتورك واحد وكل واحد له اي بي خاص فيه، علشان نشوف الاي بي. يعني مثلا هذا عندنا بالنتورك، عندنا هني بال change adapter right click property الاي بي في 4، هني انا حاط نفس هذيل، بالجهاز الثاني حاط رقم 2، الجهاز الثالث 3، انا عندي 2 الحين حق التست بس او حق الفيديو. اوكي، بعدين نروح على اوتو ديسك باك بيرنر، نفتح المانجر. هذا المانجر معطينا هني، لاحظ الكلاينت اللي هو نفس المانجر 2011. اوكي، بعدين نروح بالجهاز الثاني الحين بفتح السيرفر. خلينا نفتح سيرفر اول شيء هني نفس المكان، اوتو ديسك باك بيرنر، ناخذ السيرفر، هذا السيرفر. الحين مجرد ما يلقطه هني لازم يطلع هني المكان هذا، نروح edit generate setting، حط هني ال IP او اسم الكمبيوتر. يعني هني عندنا انا عندي PC01، ممكن بالجهاز الثاني يصير PC02 او اسمه او ال IP ماله. هني نحط ال IP تشابه بكل السيرفرات، ينحط اسم المانجر، عندي انا الحين رقم 1 هنا. اوكي، شافه بي سي 1، شاف المانجر، يعني الحين الجهاز نفسه يصير مانجر ويصير سيرفر، ممكن يصير مانجر ويصير سيرفر. الحين شافه، الحين انا بالجهاز الثاني راح افتح السيرفر. اوكي، فتح، الحين لازم يطلع هني بي سي 2. اوكي، شافه بي سي 2. اوكي، الحين اذا فتحنا المونيتر عشان نشوف الجوب، نفس المكان باك بيرنر مونيتر، هذا المونيتر للحين ما فعلته. خلنا نضغط هذه كونكت، نقول له هني نحط الاي بي مال المانجر. اوكي، والبورت تقدر تحط البورت ديفولت تخليه، او تكتب له 3 2 3 4، هذا البورت مال المانجر، نقول له اوكي. نلاحظ ان هني شافهم على طول بي سي 1 وبي سي 2، الحين جاهزين للرندر، هذا جاهزين الحين للرندر. الحين اذا رحنا على المايه